قام الدكتور مصطفى مدمولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجولة في مدينة القاهرة الجديدة للاطمئنان على استعدادات مواجهة الأمطار طبقا لتكليفات الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعدما أعلنت عنه هيئة الأرصاد من حدوث تغيرات جوية واحتمالات سقوط الأمطار خلال هذه الأيام. كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام بمنظومة الصرف الصحي بالمدينة كلها بجميع أحيائها مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأي أعمال تطوير أو رفع كفاءة.